أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج سفرتنا. معكم إيهاب بن رجب. اليوم بإذن الله راح نقدم لكم وصفات سهلة وبسيطة زي ما عودتكم دائما. طبعا أحب نذكركم إن إحنا في الأسبوع اللايت، يعني وصلنا لنهاية الأسبوع، مازال مستمرين في الوصفات الصحية الخاصة بمرض السكر، وخاصة أيضا بالحمية، وخاصة بالرجيم. كل وصفاتنا هيلثي وما فيهاش أي دهون، وصفات طبيعية وما فيهاش أي سعرات، يعني ممكن فيها سعرات لكن بنسبة قليلة جدا مقارنة بالطبخ العادي، خصوصا في رمضان والمقليات والمعجنات وغيرها. طبعا كان أسبوع جميل جدا، يعني هو مازالوا حلقتين، حلقة اليوم وغدوة، ونحب نذكركم من الأسبوع القادم رح يكون خاص بالحلويات، رح نحضر فيه أشهى أصناف الحلويات بإذن الله إن شاء الله. طبعا نحب نذكركم مشاهدينا الكرام أن احنا على الهواء مباشرة، مشاركتكم معنا من بيوتكم تعطينا أجواء من الألفة والمحبة. للتواصل معنا راسلونا عبر الأرقام الموجودة عبر الشاشة 021 360 0101 021 360 0102 021 360 0103، واللي خارج الدولة تواصل معنا عبر الفايبر. وايضا بنذكركم مشاهدينا الكرام ان احنا في مسابقه مقدمه من حلويات غرناطه، عباره عن جائزه بقيمه 100 دينار، كوبون بقيمه 100 دينار. كل ما عليكم انكم تخشوا في السحب، ديروا لايك وشير وتعليق على حلقتنا متاع اليوم في صفحه سفرتنا، وغدا او في بدايه كل حلقه راح يتم اعلان على اسم الفائز او الفائزه بالجائزه. طبعا نشوف مع بعضنا السحب، من اللي راح يربح معنا اليوم سعيد الحظ او سعيده الحظ. نشوف مع بعضنا اسماء تطلع بطريقه عشوائيه ونختار مع بعضنا الاسم اللي راح يربح معنا. بسم الله على بركه الله، الاسماء قدامكم مشاهدينا الكرام تطلع عندنا بطريقه عشوائيه. طبعا هذه الاسماء اللي دارتنا لايك وشير وتعليق في حلقتنا متاع امس. أم زمزم، ألف 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 مبروك، فزتي بجائزة عبارة عن كوبون بقيمة 100 دينار مقدمة من حلويات غرناطة. أكيد إمكانك استلام الجائزة بأحد فروع غرناطة، فرع حي دمشق أو فرع تجورة أو فرع مسلاتة، وراح يتم التواصل معك من جروب الكنترول. طبعا لو حابين تفوزوا زي الأخت أم زمزم، كل ما عليكم ديروا لايك وشير وتعليق على حلقتنا متاع اليوم، وغدا راح يتم إعلان على اسم الرابح أو الرابحة. اليوم طبعا راح نحضر مع بعضنا وصفة صحية وطعمها جميل جدا، وخلونا من هي وصفة صحية وما فيها سعرات هلبة. الوصفة هي تعتبر من الوصفات الأساسية في تحضير الفروج، ممكن تعتمدوها لو حابين مثلا ماشيين زردة أو عندكم عزومة أو شيء، امشوا بنفس الخطوات، هي راح تنجح معكم بتتبيلة شهية جدا. نشوف مع بعضنا الفروج بالفريكة، نشوف مع بعضنا المكونات على الشاشة تحضيرها. بسم الله، طبعا نحتاج إلى 1 كيلو من الفروج، يعني هو دجاجة صغيرة الحجم، وطبعا هذا يعني الحجم المفضل عندي في الدجاج. طبعا لاحظوا أنه بدو يعني الأحجام كبيرة جدا، هذا ممكن تكون مضروبة بحقن أو الله أعلم، فلازم تكون الدجاجة وزنها من كيلو، ماكسيموم كيلو ونص. عندنا 2 كوب من الفريكة ورح نشرح عليها كيف تحضيرها. نحتاج لواحد حبة من البصلة، نحتاج لعشرة فصوص من الثوم، ما تستغربوش. عندنا 2 حبة كبيرة من الطماطم المبشورة، عندنا 2 حبة جزر مبشورة، وعندنا كوب من الفطر سواء كان فريش أو علبة من الفطر المعلب. وأيضا عندي مجموعة من البهارات راح نستخدمها، عندنا ملح، وعندنا فلفل أسود، وعندنا بصل بودرة وتمة بودرة، وعندنا كمون. كمون هو طبعا كمون حوت، ما تستغربوش في الوصفة. أيضا عندنا كوب من السلك، وعندنا كوب من المعدنوس، وعندنا كوب من الأحبق، وعندنا لوز للتقديم. هذه هي المكونات اللي عندنا. أول شيء مشاهدينا الكرام راح نبدو بالفروج، اللي هي الدجاجة طبعا تكون حجمها صغير. طبعا راح ناخذ الدجاجة متاعنا وراح نقطعها بطريقة معينة، لأن طبعا احنا راح نشتغله بالووك بس أو بالطاجين هذا بس، يعني مش حنستخدمه فرن نهائيا، وراح يتحمر معنا. راح نحتاج لمقص وموس. أول شيء بناخذ الدجاجة متاعي اللي هي حجمها صغير، أنا هذه وزنها كيلو و100 جرام. راح ناخذها وراح طبعا نكون غاسلها ومسحها بكلينكس فيها خل من برا ومن داخل. راح ناخذ الدجاجة هي مجرد نبي نقلبها بهذا الشكل. تمام؟ أول شيء نبي ناخذ المقص بتاعي ونبي نقص جهة العمود، هي لازم نتخلص منها.
حنستمر في قصها بهذا الشكل. تمام، اول ما انقصت معاي راح نتخلص من الجزئية الثانية. طبعا المقص هو يكون في المطبخ، ما يطلعش من المطبخ. تمام، هي نتخلصوا منها. تمام، راح ناخذ الدجاجة بتاعنا وراح نفتحها بهذا الشكل. تحسوا في عظمة من هنا، راح نكسرها تكسير بالكيفية هذه. تمام، بعد ما كسرنا العظمة راح نجيب من هنا ونفس الشيء راح نكسر الورق بهذا الشكل. تمام، نفس الشيء الورق الثاني، نمسك العظمة ونكسرها بالكيفية هي. تمام، توا بعد ما كسرنا النحوهما على جنب، بعد ما كسرنا العظام الورك بنجيب نكسر عظام الجناوح بالكيفية هي. ضغطة خفيفة من هنا، طبعا بالإيد تتكسر معاكم بكل أريحية، ونفس الشيء من هنا. تمام، ممكن نتخلص منهما، وكذلك المقص ما عادش محتاجينه. انتبهوا مشاهدين الكرام، ايديا مسوا دجاجه ما عادش يلمس شيء نهائيا باش ما تنتشرش البكتيريا الموجوده في الدجاج في الاسواني او على الكاونتر او حتى في الورك. استخدمنا الدجاجه، نقعد في الدجاجه بس. تمام، بعد ما كسرنا العظام تاع الدجاجه ولت عندي زي الفراشه بهذا الشكل، راح نخليها تو على جنب. تو هنا بنحي الجلافز وراح نجيب نبدو في التتبيله متاعنا. راح نجيب صحن بنحط فيه 10 فصوص من الثوم، وما تستغربوش من الكميه. هي الخطوه يفضل دورها قبلها بساعه. تمام، حطينا فصوص الثوم، بنحط عليهم حوالي متاع 4 كوشيك 5 كوشيك من الزيت زيتون. نبي الزيت زيتون يتنكه لي بالثوم عندي، وكل ما خليته يتنكه كل ما يكون افضل وافضل. حطينا هنا التومة مع الزيت، راح نقلبهم كويس. راح نحط الكمون، بصل البودرة، التومة البودرة، الفلفل الاسود، كتوش بهارات هلبا خلاص اكتر من هيك ما تضيفوا اي شيء، وكذلك الملح. تمام، راح نقلب التتبيلة يلي درناها هي كويس. راح ننحيهما لجنب، ومن مجرد ناخذ جلافز ثاني. بناخذ الدجاجه وبنحطها في وسط التتبيله اللي درناها. طبعا يفضل زي ما قلت لكم مشاهدينا الكرام ان احنا نجهزوا التتبيله قبلها بوقت. راح ناخذ توا الدجاجه بتاعنا وبنحطها على التتبيله. نحي البورد اهو ما عادش محتاجينه. تمام، وراح نتبلها كويس. نتبلوا الدجاجه بتاعنا بالتتبيله هي، ممكن تضيفوا زعتر لو حابين. توا بعد ما تتبلت عندي الدجاجة، يفضل زي ما قلت لكم مشاهدي الكرام انكم تخلوها وقت حتى تتبل عندكم كويس. راح نجيب توا طاجين عندنا يكون واسع، ممكن تتبلوها قبلها بيوم لكن ما تضيفوش الملح، لان لو ضفتوا الملح الدجاجة راح تنزل ميتها وراح يبدا عندكم جاف، او تبدا دجاجة جافة. الملح يا اما تتبل ساعتين 3 ساعات او وقتي. توا راح ناخذ الدجاجه بتاعنا وراح نحطها على الجلد مباشره في الطاوله اللي عندنا احنا هنا. تمام، وبنحط من التتبيله وراح نخلي شويه منها التتبيله بس بعدين نضيفها على
الفريكة لما بنشوحوها. طبعا روايح اللي قاعدة تطلع عندنا احنا هنا تو، مجرد ما نبي نخلي الدجاج على نار عالية لين تاخذ صدمة أو تاخذ لون من جهة الجلد، بعدين نبي نقلبها ونشوحها من جهة الثانية. تمام، في الأثناء هي أنا عندي الفريكة. طبعا الفريكة ممكن منتشرة أكثر شيء في دول الشام، موجودة في المحلات العطارية، قولنا بفريكة أو حتى في السوبر ماركات، ولت موجودة بكثرة جدا. طبعا الفريكة هي أنواع من أنواع القمح، جي خضراء جي جافة، نغسلوها حتى 10 مرات لين تبدأ عندي المية صافية تماما. ننقعوها لحوالي نص ساعة ربع ساعة في المية، وبعدين نشتغلوا بها عادي جدا. هذا بالنسبة للفريكة. ممكن تمشوا بنفس الخطوات بالضبط، بدل ما تحطوا الفريكة ممكن تحطوا رز، ولكن احنا طبعا درنا ما شاء الله تشكيلات كبيرة من الرز، فاليوم قلنا نديروها بطريقة الفريكة. وبحكم الفريكة فيها معادن وفيها قيم غذائية عالية، طبعا فيها بروتينات طبيعية وبروتينات نباتية، فصل فيتامين ألف فيتامين دال، وطبعا حتى مناسبة جدا الناس اللي تعاني من تساقط الشعر، الناس اللي عندها طبعا نقص في الفيتامينات. الفريكة تساعد حتى في تنقية البشرة، يعني مهما قريتوا عليها ممكن حد يدور عليها بحث في الجوجل راح تشوفوا الفوائد الموجودة في الفريكة. أنا طبعا هنا الدجاجة أخذت لون، راح نجيب مشبك بهذا الشكل أو في أوكي هذا أفضل يساعدني أكثر، وراح نقلب الدجاجة عندي على الوجه الثاني. تمام، اخذت كيلون لطيف، راح ناخذ الدجاجة ونشوحها بالشكل هذا. تمام، طبعا الجلدة هنا اخذت لون، التتبيلة نفس الشيء، التومة مهمة جدا احنا نحطوها، ممكن حتى تضيفوا كزبر جاف، اي نوع بهارات ممكن انتم هنا تضيفوها عادي جدا. نستنى عليها بضع من الثواني هيك تاخذ تحميرة تانية من الأسفل، بس بعدين نحط باقي المكونات يلي عندي. طبعا عندنا بصل جوانح، أنا بصلة كبيرة قصيتها جوانح بهذا الشكل، راح نستخدمها معهم. طبعا أنا أخذت لون، توا راح ننقلها في صحن، راح ناخذ الفروج متاعنا ونحطها في صحن بهذا الشكل. مجرد ان اخذها تشويحة او لون بس، نعطوه الشكل اللي كانت فيها بالضبط. تمام، الزيت اللي عندنا هنا راح نشتغل عليه باقي الوصفة. انا هي راح نحطها على جنب، راح نجيب البصل بصلة كبيرة جوانح بنحطها في الطاجين بهذا الشكل. وراح نقلب البصل اللي عندي مع التومة والزيت والنكهات اللي اخذتها من تحمير الدجاج. نستمر في تشويح البصل متاعنا لين يدبل وياخذ لون لطيف. عندي طبعا هنا الفطر، انا للأمانة استخدمت فطر طازة ما توفرش، أكيد ممكن مشاهدي الكرام تستخدموا علبة فطر، صفوها من المحلول المائي الموجودة فيه واستخدموها عادي. راح نقص الفطر لأربعة، طبعاً هو يفضل يكون فطر فريش باش يعني يكون مالي الطاجين بتاعنا، لكن لو مش وفر كده استخدموا المعلب. ناخذ حبة الفطر، الفطر ردوا باكم تغسلوه زي ما هو تاخدوه في حافظة، هو عادة يجي بفوطة أو بكلينكس يكون جاف، أمسحوها وتمت. لو غسلتوها راح يتحولكم زي الكرتوني بالضبط. كل فطرة نقسمها لأربعة، نبي نحس بنكهة الفطر تكون موجودة عندي في الطاجين بتاعنا. وزي ما انتم شايفين ان احنا الفروج بتاعنا ما فيش بهارات، ما فيش طماطم حكة، ما فيش يعني عدة نكهات، مجرد ملح الأسود وكمون وبصل بودرة وما بودرة بس. وهذا هو السر ان احنا بنحصل على طعمة تكون طبيعية وفي نفس الوقت فيها طعم جميل جدا. بعد ما قصينا المشروم عندنا او الشامبينيون قصيناه لاربعه،
تمام. هو مجرد ما تقصوه يبدأ يسود منكم لأن هذه معدن. فبعد ما تقصوه مباشرة حطوه على البصل متاعكم. هذه ممكن صغيرة نديرها على زوز بس. تمام. راح ناخذ الفطر وبنحطها على البصل. طبعا النار تكون عالية، ما تكونش نار هادية. لو نار هادية الفطر راح ينزل ميته وراح يتحول ل زي الكرتوني، فهذا الشيء مهم جدا بس نحصله على طعم الفطر. لازم تكون النار عندي عالية ونقعد نشوح الفطر مع البصل بهذا الشكل. تمام. بدت الروايح تطلع. راح ننزل فلفل حار. أنا طبعا جبت فلفل حار قرون، فبننزله بالكيفية هذه. ممكن تستخدموا فلفل أخضر. نبي نقلب الفطر مع الفلفل والبصل والنكهات الدجاج يلي حمرناها في البداية. عندنا توا احنا هنا سفناري مبشور راح نحطه معاهم، وكذلك مباشرة على السفناري عندي كوب من السلك. بنحطوا السلك ولا سبانخ. طبعا احنا ممكن متواجد عندنا السلك بكثرة فنستخدمه السلك، لأن هنا مش حيفرق معي هلبة في الطعم. بعد ما حطينا السلك راح نقلب كل هالنكهات الخضرة يلي ضفناها مع بعضها. النار عالية مشاهدينا الكرام. تمام. ديد بل عندنا السلك. في المرحلة هي بعد ما تبل عندنا السلك راح ننزل عليهم زوز حبة من الطماطم المبشورة. معنا اتصال من أخت أمل من ترمونة. السلام عليكم أختي أمل، أسعد الله مساك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي أمل نهارك طيب. نعم أنت بخير يا شيخ، إن شاء الله نعاد عليك بالخير والصحة والسلام إن شاء الله يا رب. أنا وياك، أنا وياك أجمعين. الله يفتح عليك أمة محمد جميعا يا ربي. يا رب إن شاء الله. تفضلي. أختي أمل علي صوتك شوي بس نقدر نسمعك. بقول لك لا في الله في رسول الله، بقول لك على طريقة الكيكة، الكيكة الجافة نهارها ريتك قدرت الحل تسمي فيها ولكن ما لحقتش عليك. تمام بإذن الله. الكيكة الجافة راح نسميها لك توا حاليا. الكيكة الجافة مقاديرها 1 كوب من الزبدة اللينة تكون درجة حرارة الغرفة، عليهم كوب وربع سكر ناعم بودرة، عليهم 2 كوب من الدقيق، عليهم 1/2 كوب ممكن مكسرات لوز خزايني زبيب المتوفر عندك، عليهم 5 حبة كبيرة من البيض، ظرف من البيكنج باودر، ممكن فانيليا أو روح لوز. جربيها بروح لوز تعطيك أحلى نتيجتها. أول شيء أختي أمل بتاخدي زوز صحون، أول صحن بتحطي فيه مكونات الجافة اللي هي الدقيق، وبتحطي معاهم البيكنج باودر والمكسرات ولا الفواكه المجففة، وبتخلطيهم مع بعضهم وتخليهم على جنب ومع رشة صغيرة ملح. بتجي بعدين للصينية الثانية بتستخدمي المضرب بتاع الحلويات، بتحطي الزبدة اللينة مع السكر الناعم البودرة، بتضربيهم كويس مع بعض من اللي بدأ عندك خليط زي الكريمة. بتضيفي الدحي 5 دحيات بالتدريج، دحية ورا الثانية، وقعدي قلبي. بعدين تضيفي عليهم مكونات الجافة، حركيهم كويس مع بعضهم. في طاجين انجليش كيك او في طاجين عادي مدور، ادهنيه بزبده ودقيق وممكن ترش عليه شويه مكسرات لو تحبي او فواكه جافه. حطي خليط الكيك متاعك ودخليه الفرن على درجه حراره 170 من فوق ومن لوطه، ياخذ منك حوالي ساعه بالضبط. هذه مكونات الكيكه الجافه. معنا اتصال من محمد من طرابلس. السلام عليكم اخوي محمد. أنا طبعا حرجع الدجاجة هنا مع الخضرة. انقطع معنا الاتصال، نتمنى من أخوي محمد يرجع يتواصل معنا.
بعد ما رجعنا هنا الفروج بتاعنا تمام. طبعا هي الطريقة ممكن صحية أكثر وهيلتي، ممكن في عادة في بيروت خلينا نقول يمشي بنفس الفكرة بالضبط، ولكن يضيفوا في سمن، سمن يضيفوه مع الفروج. طبعا تمام. هو الفروج طبعا ممكن مصطلح ممكن ينقال للدجاجة يكون وزنها من كيلو لكيلو ونص مثلا، فاحنا ممكن مزبوط يعني ملاحظة كويسة من جروب الكنترول ان احنا ممكن في ليبيا نقولوا له يعني الفروج اللي هو الديك، يعني خلينا نسموه دجاجة، معناها دجاجة بالفريكة، معناها حدا لو بتعدله في الوصفة او في اسم الوصفة. نبي نحاول اننا نخلي الدجاجة بتاعنا تاخذ من النكهات الخضرة يلي عندي، وبنزل نص كمية التتبيلة لو تتفكروا احنا خليناها، بس نبيها تكون واضحة التتبيلة بتاعي، راح ننزلها بالكيفية هذه تمام. طبعا نبي نغطيها مدة حوالي ربع ساعة، نبيها تطلع ميتها كويس، بعدين نشوف الخطوات اللي بعدها. طبعا النار تكون عالية، هي طبعا احنا استخدمنا دجاجة حجمها صغير باش تطيب لنا على الغاز، لو كانت الدجاجة كبيرة استحالة تطيب لكم على الغاز، معناها بتطولوا بالكم شوي، لو كانت الدجاجة كبيرة معناها بتوطوا النار باش تطيب متاعكم. طبعا احنا التتبيلة اللي عندي فضلت شوية في الصينية، هي راح نزود لها شوية من المية تمام. امشوا بنفس الخطوات بالضبط بس تحصلوا على نفس النتيجة. راح نقلب المية اللي عندي، بنحط عليهم ورق حبق، بنحط عليهم كوب معدنوس. طب تقولوا علاش مثلا إيهاب دار الفكرة، هي مش حتخلي المعدنوس عندنا يولي لونه أسود لما نخلطوه بالمية وبعدين نحطوه مباشرة مع الدجاج، مش راح يتغير لونهم، كان عملية بوش يعني تنقال عادة. وفي نفس الوقت أنا كنت راح نضيف شوية مية للطاجين بتاعنا، بكون أنا استغلت الفكرة ضربت عصفورين بحجرة. توا راح نفتح على المغطى بشكل هو بننزل كمية الخضرة يلي ضفناها. ممكن حدا تمشي بنفس الفكرة هي بديك رومي، لكن طبعا بعدين بتدخلوه للفرن، بتغلفوها بسلفر وبدخلوها الفرن لمدة ساعة ونص، من ساعة ونص لساعتين. هذا الطاجين بتاعنا تنبوه يتسبك خلاص. طب احنا هذا بنخلوه على جنب لحد ما يتسبك معنا، بنغطوها ونخلوها حوالي نص ساعة، ساعة إلا ربع، يعني لنهاية حلقتنا راح تكون عندنا طابة الدجاجة بتاعنا. راح نديرك عندي طبق مسال أخضر بعدين راح نحطوه، بس توا بنخشه في الفريكة حتى هي تمام. نديرك مسحة بسيطة للكاونتر، كذلك نتخلصوا من الجلافز. طبعا الفريكة تحضيرها سهل وبسيط، راح نخليها في الخطوة اللي بعدها. طبعا قبل ما راح نطلع الفاصل، قبل ما نطلع في فاصل بنخش في الحلو، نشوف مع بعض مكونات حلق الشوكولاتة، لأن محتاج إني بنقع الشوفان لمدة 5 دقائق على الأقل مع الحليب. نشوف مع بعض مكونات حلق بالشوكولاتة اللايت، نحتاج إلى نحتاج لحوالي 3 كوب من الحليب يكون خالي الدسم. طبعا الحلو هو جميل جدا، طعمه بالضبط قريب للمولتن كيك. نحتاج ل 3 كوب من الحليب الخالي الدسم، عليهم نصف كوب من الكاكاو السادة، عليهم حبة موزة، عليهم 4 ملاعق كبيرة من السكر ستيفيا، عليهم ملعقة كبيرة من الفانيليا، وعليهم كوب من الشوفان.
أول خطوة مشاهدينا الكرام رح نجروها مع بعضنا في تحضير وصفتنا. نحتاج ناخذ الكوب الشوفان، أنا طبعا استخدمت شوفان فليكس يكون رقائق بهذا الشكل. رح نحط الشوفان بتاعنا في الكسرولة وعليهم 3 كوب من الحليب. طبعا للتقديم ممكن تقدموا فراولة، ممكن شوكولاتة دارك زي ما تحبوا. حطينا طبعا احنا توا الشوفان والحليب وبنحط معهم الكاكاو، ولازم الخليط هو نخليه على البارد لمدة على الأقل 5 دقائق، ممكن حتى تخلوه ربع ساعة نبي الشوفان يشرب، يعني نبي الشوفان يشرب كمية من الحليب قبل ما نحطه على النار. هذا الشيء رح يخليه يساعدني يتحول لي عندي لزي مولتن كيك أو زي نوع من الكيك أو زي البراونيز، ما يكونوا زي المحلبية. لو فورا حطيت على النار وبدأت نشتغل يبدأ عندنا زي البودينج أو أنواع محلبيات. أما بالطريقة هي راح يشرب ويكون جاهز أن نحط على النار. راح نمشي لفاصل قصير مشاهدي الكرام ونرجع لكم باش نكملوا مع بعض باقي وصفاتنا. هذا البرنامج برعاية حلويات غرناطة لصناعة الحلويات الشرقية والغربية. تأسست عام 1996 لتكون الأولى لكل روادها. بمعمل مجهز وثلاثة فروع انطلقت المسيرة لإنتاج أصناف فاخرة بجودة عالية. حلويات بمختلف الأنواع والمكونات لتلبي تطلعات عملائها. عصائر طبيعية وإفطار صباحي. نوفر خدمة البطاقة المصرفية بنفس سعر الكاش. كما يوجد لدينا خدمات التوصيل وتلبيه طلبيات المناسبات والبوفيه المفتوح. للحجز او الاستفسار الاتصال عبر الارقام التاليه: فرع تاجوره بجانب تاج مول 091 840 66 91، فرع تاجوره بجانب جزيره 25 فبراير 021 940 0045، فرع حي دمشق بجانب قصور الضيافة 091 940 0055، وأيضا فرع بمدينة مسلاتة. كما توجد غرف خاصة بالعائلات. غرناطة، الفرح عليك والحلو علينا. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجوراء غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية: 091 810 0030، 091 810 0040. الدوفان، فن صناعة الآثار. رز أشفل، حباته وبياضه غير. تعرفي علاش غير؟ طعمه وسهولة تحضيره يخلي لمتكم خير، وسفرتك في رمضان أحلى وغير. رز أشفل تقدري تعتمدي عليه.
رجعنا لكم أعزائي المشاهدين الكرام حتى نكمل مع بعض وصفتنا في حلقتنا متاع اليوم. طبعا الخليط عندي هنا تشرب متاع الشوفان، وكل ما خليته أكتر كل ما حصلت على النتيجة المطلوبة. ممكن أنا لو ناخد الاسباتشولا هيو بنقلب، لو تلاحظوا أن بدأ الشوفان عندي يشرب الحليب، راح ننزل عليهم 4 ملاعق كبيرة من السكر ستيفيا أو عسل، لكن العسل بتحطوش في مرحلة، حطوه آخر حاجة العسل، وكذلك بنحط بضع القطرات من الفانيليا السائلة. تمام؟ راح نجيب أنا هنا مشاهدينا الكرام موزة، وراح نهرسوها ونضيفوها على الخليط عندنا. معنا اتصال من سجود من طرابلس. ألو، السلام عليكم أختي سجود، أسعد الله مساك. وعليكم السلام، كيف حالك؟ نهارك طيب، نهارك طيب أختي سجود، يومك طيب إن شاء الله يا رب. كل عام وانت بخير. كل سنة وانت طيبة، ينعاد عليك إن شاء الله بالصحة وبالعافية يا رب إن شاء الله. علينا وعليك إن شاء الله. كيف حالك؟ شن أخبارك؟ الحمد لله تمام في نعمة، شن أخبارك أنت؟ إن شاء الله بخير يا رب. الحمد لله، نشكرك على الأكل اللي تضيفه، والله روعة. شكرا، هذا من لطفك وذوقك، بارك الله فيك، مشكورة. نشكرك على طريقة المقروض الزمني. مقروط الزمني ان شاء الله تمام. احنا راح نديره في شهر رمضان المبارك، يفضل انك انت تشوفيه يعني لايف خير، يعني ممكن تو نسمي لك المقادير، لكن تابعينا في الحلقات المقبله باش نديره مع بعضنا. طبعا مقروط الزمني تحتاج ل طبعا تبي كيال الكيلو ولا الكوب؟ نعم، تبي كيال الكيلو او الكوب؟ الكيلو. الكيلو الكيلو تمام. طبعا المقروض الزمني تحتاج لكيلو من السميد الناعم، لازم يكون السميد ناعم، عليهم كوب من الدقيق. الكيلو تحتاج ل 200 جرام من الدقيق. طبعا عجينة المقروض ما فيها السكر، تحتاج ايضا ل نص ملعقة صغيرة، يا اما تكون من ياكا او تكون بيكنج باودر، وتحتاج لنص كيلو يا اما يكون سمن او زبده. طبعا لازم ما تبسسي المقروض قبلها بليله، تاخذي السمن تسخنيه او الزبده تسخنيهم، او حتى ممكن زيت زيتون، في ناس تضيف زيت زيتون الامانه، وانا دقتك اكثر من مره. احطي الماده الدهنيه سواء كانت زبده او سمن او زيت على السميد بتاعك، بسسيه كويس وخليه ليله كامله. ثاني يوم ضيفي له الدقيق، وحاولي تعجنيه او تلميه اما بمية عطر او مية زهر او مية عادية. خليها بعدين ضيفي له المنياكا او البيكنج باودر، خليهم يرتاحوا لمدة ساعة. بعدين اشتغلي بيه عادي. بالنسبة لحشو التمر يفضل تاخذ انت تمر الامانة مش تمر معجون. اما تكوني مفصصتيه قبل حطيه في ست البيت وضربيه عليهم كشيك صغير من الجلجلان، أو كشيك كبير من الجلجلان، هذا اللي نص كيلو من التمر، عليهم حوالي متاع 4 كشيك من الزيت، كشيك صغير من القرفة، وممكن تضيفي حتى كمون، على فكرة يعطي طعم جميل كمون البسباسة، هذه حشوة المقروض. طبعا طريقتها طبعا متعارف على الطريقة التقليدية، انك تفرديه وتحطي المعصم متاع الحشوة وتلفيه وتنقشيه، دخليه الفرن درجة حرارة 180، ياخذ منك ديما حوالي نص ساعة. العسل متاعها كيال العسل الكمية هي تبي زوز كيلو سكر بكيلو مية بعصرة ليمونة. معنا اتصال من أخوي محمد. أنا طبعا هرست موزة بنضيفها توا مع على الخليط متاعنا، هو يبدو انقطع معنا الاتصال. رح ننزل الموزة اللي أنا هرستها معهم. الموزة هنا هي رح تمسك لي الخليط عندي تمام، بحكم الموزة فيها نسبة مش إنها جيلاتين ولكن فيها مادة تساعد إنها تمسك لي الخليط كويس، بحكم إحنا ما تنسوش إحنا ما حطيناش لانشي ولا أي شيء. راح نقلب لين يوصل الغليان. في المرحلة هذه ممكن نديروا مسحة بسيطة للكاونتر عندنا هنا. في المرحلة هي بنرجع للطاجين بتاعنا شوية. الدجاجة خلينا نقوله 60% بدت الطيب، نبي ناخذ الفريكة متاعنا وبنحط على الطاجين متاعنا بهذا الشكل. نحط الفريكة نوزعها
نوزع الفريكة متاعنا على الفروج أو الدجاجة زي ما تحبوا تسموها. طبعا الفريكة عبارة عن قمح أخضر موجود في السوبر ماركات أو في عند العطارين. أهم شيء ما الفريكة تختلف عن البرغل الخشن، ممكن تمشوا بنفس الخطوات بالضبط هي بيرز. تمام، حطينا الفريكة متاعنا. ممكن هي من الوصفات يلي مش متداولة عندنا احنا ممكن في المغرب العربي بصفة عامة الفريكة، ولكن أو من المنتج، ولكن تعتبر الفريكة من النكهات يلي حتى سعرها ممكن ماهوش رخيص ولكن تستاهل، يعني بجديات تستاهل. رح نضير شوية مية وناخد اتصال من الأخت حنان من الزاوية. السلام عليكم أختي حنان. سلام الله، كيف حالك ان شاء الله؟ اختي حنان اسعد الله مساك، نهارك طيب. اهلا، كيف حالكم؟ كيف حال التليفون؟ تحيه لكل الناس. الحمد لله كل امور بخير، كل اسره تصفقنا ان شاء الله يا رب. تسلمي. طيب انت غيبت علينا كم حلقه اختي حنان صح؟ والله كنت مريضه اصلا، انا ما تابعتش ولا حلقه في اللي فات. طهورا طهورا، لا باس عليك، طهورا لا باس عليك اختي. بارك الله فيك، حتى ما كنت مشارك بس كنت طابع بس الأسبوع هذا، سبحان الله الأسبوع هذا اللي المفروض أنا اللي مشارك فيه. هو أسبوع لا دايت لنا مظبوط. ما فاتك شيء طبعا، الحلقات كلها موجودة في صفحة سفرتنا عموما. أكيد أكيد حتى بحرم، أكيد حتى بحرم نشوفها. الله يفتح عليك، تفضلي. الحلقة اللي كانت مميزة عندي تاع فواكه البحر ذيك اللي فعلا حبيتها، محلاها المكس اللي كان فيها يعني. اما هي حلقه امس ولا متاع ولامس؟ هما كانوا زوز ورا بعض. والله ما اتذكر، انا قلت لك الاسبوع كله كنت مريضه فما نجمعش بالضبط. كان فيها فوقها بحر في التزيين وفي مش عارفه الطبخ وفي الكوشه. تمام، اي حلقه اولامس؟ بنيته وكالامار ومش عارفه. ايه اولامس، حلقه اولامس مضبوط، قلنا فيها الطاجين يعني. هذيك حلوه صراحه، لو حلوه نحاول اني نجربها صراحه. ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله، وباذن الله تعجبك الوصفه ان شاء الله، من الوصفات الشهيه جدا. لانه انا اصلا من عشاق الاكل البحري. وعلى فكره حتى لو انت مدايره حميه يعني مضبوط، حاولي تلجي اكثر شيء للبروتينات البحريه بحكم فيها اوميجا 3 وفيها فيتامينات، وتبعد عن اللحوم الحمراء. حاولي انت يعني تقارن. تفضلي. هل بيت شوفان؟ تمام. ما هي اللي درنا؟ احنا درنا زوز الاسبوع هو. لا اللي تلبتها مش عارف، واحده من المتصلات تلبتها. تمام، اوكي، اللي كانت نص بنص مظبوط صح؟ إيه. مش عارف هل جروب الكنترول تقدروا تطلعوها لنا او لا، كانت حلقه اول حلقه درناها في حلقه يوم السبت، السبت الماضي. حنسميها لك انت واختي حنان ونشوف الجروب لو لقوها لنا يطلعوا هنا على الكنترول، اللي كانت حلقة يوم السبت. ماشي، بارك الله فيك شيخ، تحياتي ليك. الله يفتح عليك إن شاء الله يا رب. شكرا شكرا لحضرتك ومشكورة جدا جدا على اتصالك، بارك الله فيك. معنا اتصال من أخوي محمد من زليطن. ألو، السلام عليكم أخوي محمد، أسعد الله مساك، معنا على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم أخوي محمد، أهلا وسهلا بك. طريقة القطايف يعني. طريقة القطايف حلو. قطايف إيه حلو. تمام، هي أصلا عجينة القطايف تجي محايدة يعني، تجي حلو حار يعني. تمام، راح نسميها لك. طريقتها سهلة وبسيطة، عندك راح نعطيك عيار الكوب، وممكن أنت لو يعني مشيت معك الوصفة ممكن تكتر أو تدبل الوصفة. هي طبعا ممكن ادي لك حوالي 30 قطعه قطايف حجم صغير. عندك حوالي زوز كوب من السميد الناعم، عليهم 4 كوب من الميه، عليهم ملعقه صغيره من الخميره مش بيكنج باودر، وعليهم ايضا ملعقه صغيره من البيكنج باودر، وعليهم كشيك صغير من السكر ورشه ملح. ممكن بدل الميه تدير حليب زي ما تحب. تاخذ كل المكونات هي مع بعضها، بتعجنها كويس، ممكن حتى كميه سميد تدير نص سميد ونص دقيق حلويات. حركهم كويس مع بعضهم، خليهم يرتاحوا اقل شيء ساعتين، بعدين خذ طاوه حط فيها شويه زبده او زيت، وخذ بالمغرف، طبعا حتى في العجينه فيها حوالي 2 ملعقه كبيره من الزيت،
وديرها بشكل دواير ما تقلبهم، بس يعني بدالك فيهم فقاعات بعدين اقلبهم وهيك تبدأ عندك القطايف جاهزة. خليهم على جانب، حابب تحشيهم هم نيين عادي بحكم هم تعرضوا للحرارة وطابوا، أو ممكن تديرهم عصافير تحشيهم وتقليهم في الزيت عادي جدا. وصحتين وبالعافية عليك أخوي محمد. معنا اتصال من أخت هدى من بنغازي. السلام عليكم أختي هدى، أسعد الله مساك. وعليكم السلام، مرحبتين يا شيف. نهار طيب أختي هدى، كل عام وانت بخير وكل سنة طيبة. ينعاد عليك إن شاء الله بالصحة. معليش كنا بنسأل على كنافة يا أخويا، شو السر تقعد لونها ذهبي؟ سمن الكنافة بشدة لونها ذهبي ولما نديرها لازم تفترش مني ليش؟ تمام. أول شيء الشعر الكنافة خليه لين يدى درجة حرارة الغرفة. تمام. لكيلو كنافة، هي طبعا جيف كيس، الكيلو كنافة يحتاج منك زوز كوب مادة دهنية، إما سمن أو زبدة. لو تبي لونها ذهبي معناها سمن. بتحطي بدوب السمن لأن يدوب عندك، مش يسخ مجرد أنه يدوب. بتاخدي الكنافة متاعك بتحاول أنت تخلصيها، بتخلي الشعرات بروحهم، ممكن حتى تكسريها عادي أو تحطها في فود بروسيسر زي ما لو تحبي. بعدين بتاخدي السمن متاعك الدايب بتحطيه على الكنافة، بتحطي معهم حتى 3 كوشيك 4 كوشيك سكر ناعم بودرة، بس لما تطيبها في الفرن السكر ناعم بودرة يدوب مع السمن هو اللي يعطيك التحميرة متاع الكنافة. وصحتين بالعافية عليك أختي هدى. معنا اتصال من أم المنتصر. ألو السلام عليكم أختي، أسعد الله مساك. وعليكم السلام، طيب كيف الحال؟ الحمد لله في نعمة إن شاء الله بخير يا رب. أنت الله على البرنامج. شكرا لك. لأول مرة نتابعك طبعا. لا فايتينك هلبا معنا، لكن باي مهم تابعتينا. لا لا ما شاء الله، ويسلم يدياتك الحق ومفهم وما شاء الله. شكرا الحمد لله. الحمد طيب لله. ان شاء الله انت بتبداني في الحلويات العيد رواني. من اسبوع الاسبوع طبعا الاسبوع الجاي حيكون كلها حلويات، لكن خلينا نقول الحلويات متاع رمضان هي الكنافه البسبوسه الحلويات متاعتنا احنا، والاسبوع اللي بعده حيكون حلويات للعيد ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بارك الله فيك. في تبارك الله ان شاء الله ربي الله يفتح عليك. مشكوره، شكرا لحضرتك، بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا 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 لك اختي ام منتصر. حطينا طبقة من ال ولا زي الكيك، يعني حرفيا زي الكيك. راح نحط المحلبية الحلو. تمام. عندنا الوصفة اللي طلبتها محلبية شوفان أختي حنان من الزاوية موجودة حاليا على الشاشة، ممكن تديها سكرين شوت. هذه الوصفة اللي جربتها الأخت أم محمد وأخت ألاء. هذه هي مكوناتها، محلبية الشوفان الصحية. تحتاج لكوب ونص من الحليب الخالي الدسم، عليهم 2 ملعقة كبيرة من السكر ستيفيا، عليهم 1/4 كوب من الشوفان، ملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة كبيرة من الكاكاو السادة، وفواكه للزينة. أنا طبعا قسمت، طبعا هي مقادير الوصفة اللي طلبتها أخت حنان، مش الوصفة اللي نديروا فيها احنا حاليا. طبعا احنا قسمنا الخليط اختي حنان، درنا خليط بالفانيليا حطيناه في الطواسي، بعدين درنا التكمله الثانيه بضفنا لها الكاكاو، ولت نص بنص. وصحتين وبالعافيه لك. حطينا طبعا لما تبرد، طبعا انا نمسح وقاعده تقطر. طبعا لما تبرد تبدا قوامها زي الكيكه بالضبط، يعني بحكم الشوفان شرب الحليب، فيعني حرفيا قريبه هلبة للمولتن كيك. طبعا هذه مكونات الوصفه اللي نديروا فيها على الهواء. نحتاج طبعا ل3 أكواب من حليب الخالي الدسم، نحتاج ل1/2 كوب من الكاكاو الساده، حبه موز، موز مهمه جدا هي اللي راح تربط لي الخليط عندي، يبدا عندي زي البراونيز طعمه. عندي طبعا سلة فراولة للزينة، عندي 4 ملاعق كبيرة من السكر ستيفيا، ملعقة كبيرة من الفانيليا، وكوب من الشوفان الفليكس أو 1.5 كوب من الشوفان المجروش. يعني لما يبرد هالبنات يعني ممكن ضغاطة ويحسبوه يعني كيكة، يعني يحسبوها مولتن كيك أو كيكات المقه ما لا، لكن ولو إن هي ما فيهاش لا دقيق ولا أي شيء. حبة الموزة اللي ربطت كل الخليط متاعنا.
طبعا عندنا احب نذكركم مشاهدينا الكرام ان في مسابقه مقدمه من حلويات غرناطه عباره عن كوبون بقيمه 100 دينار للدخول في السحب. كل ما عليكم ديروا لايك وشير في حلقتنا متاع اليوم على صفحة سفرتنا، حتى تخشوا معنا في السحب، وراح يتم الإعلان على اسم الفائز أو الفائزة في بداية كل حلقة. طبعا ربنا نباركوا للأخت اللي ربحت معنا اليوم وكل اللي ربحوا معنا. طبعا حب ننوه ممكن تستلموا الجائزة متاعكم في أي فرع من حلويات غرناطة، سواء كان حي دمشق أو فرعين اللي في تجورة أو فرع أمسلاتة. طبعا شوفوا هنا الفريكة متاعنا بدت تطيب أو على وشك إنها تطيب، راح نعلي تو النار عليها بحيث إن نبو الفريكة تشرب من المرقة كويس. هذا طبعا مكونات الحلو عندنا أو وصفة الحلو واللي جاهزة. راح نحطها على الفريكة بصل أخضر. معنا اتصال من الحارث من تجورة. السلام عليكم. الحارث الحارث الحارث، اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام، نهارك طيب. الحمد لله. مبارك ان شاء الله يا رب. نبي ناس كان تعطيني طريقه البسبوسه. تمام، الصاده بسبوسه الصاده صح؟ تمام، راح نسميها لك ولدي. طريقه البسبوسه، زوز كوب من السميد الخشن، عليهم كوب من الزيت، عليهم كوب من الحليب يكون حليب وردة، عليهم ثلاثة فصوص من المستكة، عليهم ظرف من البيكنج باودر، عليهم كوب من الدقيق، عليهم كوب من السكر. هذه مكونات البسبوسة، وعليهم كوب من جوز الهند. أما بالنسبة للعسل متاع البسبوسة تحتاج لي ثلاثة كوب من الدقيق، عليهم ثلاثة كوب عفوا من السكر، عليهم 2 كوب من المية، عليهم عصرة من الليمونة. أول شيء بتخلط مكونات الجافة كلها مع بعضها اللي هي طبعا مكونات البسبوسة، بعد ما تضيف الزيت والحليب حطهم في طاجين يكون مدهون بزبدة أو سمن، خليهم ترتاح حوالي نص ساعة، قصها مربعات، ترشقها بلوز لو تحب أو تخليها سادة، دخلها للفرن، طلعها وشربها بالعسل اللي تكون مجهزة فيما سبق ولا عندك بارد. هذه بالنسبة لوصفة البسبوسة. طبعا الفريكة على وشك حتى هي تجهز عندنا، ممكن انا راح نعلي النار جهتين نبوها كي تشرب من المرقة متاعها، وراح نقدموها في الصحن هذا. ممكن اوضب شوية الكاونتر نقومك على جنب. طبعا انا راح نزينها الوجبتي متاع اليوم، راح نستخدم لوز. انا طبعا اللوز هو حمصته في الميكروويف او في الفرن، ممكن لو مش مدارين حميه ممكن تقلوه عادي وتستخدموه زي ما تحبوا. وجبنا كي في النار درناه على شكل ورد، حتوه راح نزين به الفريكه متاعنا. طبعا الفريكه متاعتنا فيها كميه خضره كبيره جدا، يعني مش متخيلين انتم كميه الفوائد الموجوده معنا. شوف يعني كيف الفريكة مطعمة بالنكهات، زي ما انتم شايفين كيف هنا بدت تجف. الدجاجة عندي طابت. كيف تعرفوا الدجاج عندكم يطيب؟ أول ما تفصل الجلدة بهذا الشكل على الفخدة معناها الدجاجة عندكم طابت. رح نخلي الدجاجة على جنب بس نبي ناخذ كمية الفريكة ونغرفها. تمام، حابين تخلوها جافة أكثر ممكن، حابين يكون فيها شوية صوص زي ما تفضلوا، أنا بصراحة نحبها تكون جافة فراح نقلبها حتى تجف معنا. نقلبوا الفريكة بهذا الشكل، شايفين الفطر بعد ما تحمص كيف عاطي لونه عندنا احنا هنا، اعتقد هيك كويس. ممكن نجيب يعني كده بتكون سخونه فنحمو ايدينا. رح ناخذ توا الطاجين متاعنا، ممكن تقدموه في الطاجين زي ما هو او ممكن تنقلوه في صحن. انا بالامانه رح ننقله في صحن.
رح ناخذ كمية من الفريكة ونحطوها بالشكل هذا. الروايح جميلة جدا، طالعة كنكهات لازم تجربوها. السناري اللي تبل مع البصل مع الفقاع مع التتبيلة اللي درناها كانت بالأعشاب. شفتوا توا المعدنوس كيف عندنا أخضر قاعد؟ هذا بسبب إن إحنا حطيناه في المية متاع التتبيلة. بسم الله ما شاء الله عندنا هنا الفريكة ولت جاهزة. تمام، توا رح ناخذ الدجاجة متاعنا. بسم الله، أول فروج طبعا طابت هي هلبة، فرح نساعدها ب الأداة هي. بسم الله، بحكم أن الدجاجة اللي استخدمناها حجمها صغير فما خدتش منها وقت، هي ملاحظة لازم تنتبهوا لها كويس مشاهدينا الكرام. فعليا لازم تكون الدجاجة حجمها صغير باش تطيب معكم. راح نحط توا السناري بتاعنا على شكل ورد، مكونات الفريكة على الهواء، نديروها سكرين شوت حتى تلقوها عندكم، وما ننسوش طبعا اللوز على وجبتنا، وجبة صحية. من قال ان الوجبة هي تكون هيلثي ومناسبة للدايت؟ ففعلا من الوجبات اللي لازم تجربوها. وهذه كانت الفريكة. وهيك يا اعزائي المشاهدين وصلنا لختام حلقتنا اليوم، ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا معي زي ما استمتعت معاكم. نحب نذكركم باول وصفه حضرناها مع بعضنا، كانت عندنا انا سميتها طبعا فروج بالفريكه، لكن خلوها دجاجه بالفريكه. طبعا يكون دجاجه اهم شيء حجمها صغير. ونحتاج ل طبعا ممكن بدل الخضره اللي ضفتوها هي، ممكن تكتفوا فقط بالتتبيله والفطر والفريكه لو ممكن مش من عشاق السلك او البصل الاخضر والمعدنوس وغيرها، ولكن جربوها فعليا بالطريقه هي راح تعطيكم طعم جميل جدا. اما بالنسبه للحلى الشوكولاته بالشوفان او حلى بالشوكولاته اللايت، حتى ولا عندي جاهز، استخدمنا فيه فراوله وحبه موز. طبعا الموز مختفي نهائيا بنت مش واضحه، من الوصفات الشهيه اللي فيها طعم جميل جدا. انا مقصود انا بناخذ قطعه من الخليط، شوفوا كيف عندي زي الكيكة بالضبط كيف تماسك عندي هنا، وهذا بسبب الموز. وهذه كانت وصفتنا لليوم في حلقتنا متاع اليوم. نشوفوكم على خيرة الله في حلقات جديدة ومميزة. نحب نذكركم بشكل كرام أنها مواعيد برنامجنا يوميا الساعة 2 الظهر، وغدا راح تكون آخر حلقة في الأكل الصحي أو أسبوع الصحي. لينا لقاء أكيد السبت في حلقات الحلويات، راح يكون أسبوع خاص بالحلويات. نتلاقوا على خيرة الله في حلقات جديدة ومميزة معكم إيهاب بن رجب. نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله. تحياتي للجميع. هذا البرنامج برعاية حلويات غرناطة لصناعة الحلويات الشرقية والغربية. تأسست عام 1996 لتكون الأولى لكل روادها. بمعمل مجهز وثلاثة فروع انطلقت المسيرة لإنتاج أصناف فاخرة بجودة عالية، حلويات بمختلف الأنواع والمكونات لتلبي تطلعات عملائها، عصائر طبيعية وإفطار صباحي. نوفر خدمة البطاقة المصرفية بنفس سعر الكاش.
كما يوجد لدينا خدمات التوصيل وتلبية طلبيات المناسبات والبوفيه المفتوح. للحجز أو الاستفسار الاتصال عبر الأرقام التالية: فرع تاجورا بجانب تاج مول 091 840 66 91، فرع تاجورا بجانب جزيرة 25 فبراير 021 940 2045، فرع حي دمشق بجانب قصور الضيافة 091 940 2055، وأيضا فرع بمدينة مسلاتة. كما توجد غرف خاصة بالعائلات. غرناطة، الفرح عليك والحلو علينا. شركة الدوفان للمطابخ والديكور، مطابخ أكريليك مميزة بأحدث الأشكال والألوان، مطابخ عصرية ذات جودة عالية، الدقة في التصميم وسهولة الاستخدام. للاطلاع على منتجاتنا الرجاء زيارة صالة العرض فرع تاجورا غوتش بالقرب من مصحة المتوسط. للمزيد من الاستفسار الاتصال بالأرقام التالية: 091 810 030، 091 810 040. الدوفان، فن صناعة الآثار. رز أشفل، حباته وبياضة غير. تعرفي علاش غير؟ طعمه وسهولة التحضيرة يخلي لمتكم خير، وسفرتك في رمضان أحلى وغير. رز أشفل تقدري تعتمدي عليه،